جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شاهدت عند دخول المصلين المسجد في صلاة الفجر يقومون بصلاة ركعتين فقط، فهل هذه تعتبر صلاة الرغيبة أم تحية المسجد؟ أم هل تجزئ ركعتا الرغيبة عن تحية المسجد؟ وقد علمت بأن هناك ركعتين تصلى قبل الفجر كراتبة، فهل يجمع كل ذلك في ركعتين فقط؟ إذا دخل المسجد وقد طلع الفجر فإنه يكتفي بالراتبة، يكتفي بصلاة الراتبة التي قبل صلاة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، صلي الراتبة تكفي عن تحية المسجد. أما إذا دخل المسجد مبكرا قبل طلوع الفجر فإنه يصلي تحية المسجد وما تيسر له، وإذا طلع الفجر يصلي ركعتي الفجر التي هي الراتبة.